نتيجة هذا الإيمان الذي يخلص الإنسان نفسه بيتغير، أخلاقه بتتغير، سلوكه بتتغير، تصرفاته بتتغير. زي ما الرسول بولس قال كده: قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، مخلصة لجميع الناس. كده لجميع الناس هنا أي الذين يؤمنون بالمسيح، مش جميع الناس يعني كل البشر. فالنعمة لما تظهر تخلص، تغير وتعقل الناس وتعيشهم بالبر والتقوى والتعقل في الزمان الحاضر. عبر عنه الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 5 عدد 17 يقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد. يعني هو ذا الكل قد صار جديد، عيوني اتغيرت، نظرتي اتغيرت. عيوني كانت عيون شهوانية تنظر بنظرة غير مقدسة، طريقة تفكيري بتفكر في الشر والخطية، قلبي مليان بالحقد والكراهية، مش عارف أغفر، مش عارف أسامح، اللي بتعامل عين بعين وسن بسن. لكن لما الرب دخل جوه قلبي أنا اتغيرت، عندي محبة مختلفة، سلوكياتي حتى لما أجي أحلف ألاقي لساني بتربط على الحلفان، أدي بدي أشتم ألاقي نفسي مش قادر أشتم. إيه اللي حصل؟ نعمة الله غيرتني. ده الإيمان الخلاصي. لكن مجرد معتقدات واللغات زي ما هي، حتى لما بطرس اتغير، الدليل على ان اللغة بتتغير. بطرس لما انكر المسيح امام جارية، الجارية تقول له: لغتك تظهرك. ليه لغته؟ أصله بقت لغته زي لغة المسيح. الحقيقة لما بتغير، ده أنا اعتقادي الشخصي واليقين كمان، وإن كل مؤمن بيتغير هو بيكون صورة من المسيح موجود على الأرض، نموذج ومثال حي حقيقي من المسيح. الخلاص، الإيمان الخلاصي بيجعل المسيح يحيا فيا، وده اللي قاله الرسول بولس: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. فتخيل لما المسيح يحيى فيا، أخلاقي تبقى أخلاق المسيح، تصرفاتي تبقى تصرفات المسيح، سلوكي يبقى زي سلوك المسيح. ده الإيمان الخلاصي، واللي الله بيقدمه لكل الناس، لكل من يؤمن يستطيع أن يأخذ هذا. كل من يؤمن مش محتاج يعمل حاجة، محتاج يصدق وفي دعائه وصلاته أن يقبل المسيح. المسيح هيجي يغيره، لأن هو اللي هيعطيه هذا التغيير. الإنسان ما يقدرش يغير نفسه، لكن عمل الروح القدس في قلب الإنسان هو الذي يعطيه هذا التغيير.